أهلا بكم من جديد. كشفت سيجل أنجيل الشركة العالمية للاستشارات والتطوير الاستراتيجي للعلامات التجارية والتصميم وتقديم التجارب عن نتائج مؤشر جلوبال براند سمبليسيتي اندكس السنوي السادس، والتي تصدرت فيه سلسلة متاجر التسوق الألمانية الشهيرة ألدي القائمة كأبسط علامة تجارية في العالم للسنة الثالثة على التوالي، في حين احتلت جوجل المركز الأول في القائمة بمنطقة الشرق الأوسط. وللحديث أكثر عن المؤشر معنا زهير زواهد، مدير عام علاقة العملاء في سيجل أند جيل. أهلا وسهلا فيك. شكرا. زهير، بداية لو تحدثنا عن المؤشر، ما هو هذا المؤشر وكيف يعمل؟ طبعا شكرا لاستضافتكم بالأول. بالنسبة للمؤشر، مثل ما تفضلتي وعرفتي عن سيجل أند جيل، نحن شركة استشارية لتطوير العلامات التجارية والهوية الاستراتيجية. وبالتالي تأسست الشركة عام 1969 نعم. على مفهوم ومبدأ البساطة أو السمبليسيتي بالإنجليش، وبناء عليه لأنه نحن بنؤمن أن البساطة أو السمبليسيتي هي المفتاح لبناء تجارب إيجابية للعملاء وكسب ولائهم، وبناء عليه أسسنا هذه الدراسة حتى نثبت وجهة نظرنا، وكذلك الأمر نبرهن بالأرقام ما معنى البساطة وشو الفائدة المتوخاة منها للعلامات التجارية وللمستهلكين بنفس الوقت. طب بما أنك أشرت لموضوع البساطة، نعم. ليه هالقد التقرير أو المؤشر مهتم بموضوع البساطة؟ نعم، لأنه سبب رئيسي مثل ما ذكرنا هيدي الفلسفة تبع سيجل أند جيل، هذا الشيء اللي احنا بنؤمن فيه، تأسسنا على هذا الأساس، والخدمات اللي بنقدمها لعملائنا مبنية على مفهوم البساطة، كان التعامل مع العملاء أو السيرفيسز أو الخدمات اللي بنقدمها للشركات. وبنظرنا البساطة مهمة لأنه أسهل طريقة للوصول للعميل هي عن طريق تقديم تجارب سهلة وبسيطة ممكن يتذكرها، تنطبع بذاكرته للفترة الأطول للعميل. وبالتالي وإذا رجعنا إذا بدنا نحدد أكثر شوي، إذا نعرف شو هو الهوية الاستراتيجية أو العلامة التجارية أو البراند سميها اللي بدك إياه، هي مجموعة أو خلاصة مجموعة التجارب اللي بيخوضها العميل مع أي علامة تجارية، والذاكرة أو الانطباع اللي بيتكون ناتج عن هذه التجارب لدى العميل. وبالتالي هيدا هو هيدي هي الهوية الاستراتيجية وهيدا هو البراند، وليست بالمفهوم التقليدي اللي هو الشعار وسمعة الشركة فقط. صحيح. أو سمعة العلامة التجارية. وبالتالي كل ما كانت سهلة أو بسيطة التجربة أو التفاعل بين العميل والعلامة التجارية، كل ما دامت أكثر في ذاكرته ودام أكثر هذا الانطباع لدى كانت علاقة أقوى ربما ومتينة أكثر. بالضبط. طيب، قام المؤشر بالمرور على العلامات التجارية العالمية، صنفها إلى مراكز. شو هي العلامات التجارية اللي احتلت المراكز العشر الأولى على صعيد الشرق الأوسط؟ إذا بنحكي على صعيد الشرق الأوسط، لابد من الذكر أنه نحن أحصينا مئات العلامات التجارية، ومنحدد هذه العلامات التجارية بناء على 25 قطاع أو صناعة مثل التكنولوجيا، الإنترنت، البنوك إلى آخره، ومنحدد أي العلامات التجارية الأولى بهذه القطاعات، وبعدين نستفتي مع المستهلكين آرائهم بهذه العلامات التجارية ومدى سهولة أو بساطة التواصل معها وسهولة منتجاتها والتجارب اللي بيخدوها مع العلامات التجارية. يعني هاي هي الطريقة اللي بتحددوا فيها صعود أو هبوط العلامات التجارية على المؤشر. صحيح. بالتالي في أكثر من عامل بيأثر على سهولة أو تعقيد علامة تجارية معينة، منها التجارب، منها حتى القطاع نفسه. يعني بنحكي عن قطاع البنوك معقد أكثر من قطاع المطاعم. نعم. أو قطاع الطيران إلى آخره. أكيد. فبالتالي هذا الشيء له تأثير كذلك الأمر على العلامة التجارية. إنما بالعودة إلى سؤالك اللي هي شو هي العلامة التجارية العشر الأولى بالشرق الأوسط. نعم. ونتطلع هذا الشيء كمان له مثل ما ذكرت له علاقة بالقطاعات نفسها. بتبلش برقم واحد جوجل، رقم اثنين يوتيوب، رقم ثلاثة البايك، مطاعم البايك هي سلسلة مطاعم سريعة بالسعودية. نعم. سامسونج بالمرتبة الرابعة، توشيبا، بعدين باندا سوبر ماركت شين بين السعودية والإمارات، سوني، بعدين تويوتا وياهو
وكارفور برقم 10 من الأسهل أكيد للأكثر تعقيدا. طيب زهير، بالتقرير الصادر من قبلكم تم أيضا الحديث عن وسائل التواصل الاجتماعي وأهميتها في دعم العمليات التجارية، كيف يمكن العلامات التجارية أن تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي بطريقة فعالة كي تحقق الدعم المطلوب؟ شكرا، سؤال جيد. بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي بالعودة كمان لترتيب القطاعات وكيف ينظروها المستهلكين بالنسبة لسهولتها أو تعقيدها، نعم. بالشرق الأوسط وسائل التواصل الاجتماعي أو السوشيال ميديا بيحتل المرتبة الثالثة بالنسبة لسهولة هذا القطاع نفسه، فهذا أكبر دليل أنه مدى أهميتها وفعاليتها بهذا الجزء من العالم وهذه المنطقة من العالم اللي الإمارات والسعودية. وبالتالي استخدامها كوسيلة أساسية بالتواصل مع هاي العلامات التجارية. في ثلاث أشياء رئيسية بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي مهمة لأي علامة تجارية. هو أول شيء سبب رئيسي ليش نحن نستخدم وسائل التواصل الاجتماعي. السبب الرئيسي اللي بيانته هذه الدراسة أنه الترفيه هو السبب الرئيسي، فأي شخص أو أغلبية الأشخاص بيستخدموا السوشيال ميديا السبب الرئيسي بيكون هو الترفيه. بالتالي لأي علامة تجارية حتى تقدر تعمل penetration تستخدم هذه الوسائل بقى تستخدم هذا الأسلوب اللي هو أسلوب الترفيه لتتواصل مع العملاء تبعها. رقم اثنين، أهمية وسائل التواصل الاجتماعي أنه تعطينا الحرية، حرية التعبير عن الرأي، التواصل مع الأشخاص الآخرين والشركات والعلامات التجارية، ونفس الوقت حرية الصد أو عدم متابعة أخبار الشركات والأشخاص التانيين. وبالتالي المهم للعلامات التجارية إنها ما تكون مشوشة أو مزعجة للمستخدمين. هذا رقم اثنين. رقم ثلاثة ولعله هو الأهم ولازم يتطور بالمستقبل، إنه إمكانية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي كمنصة لخدمة العملاء، لأنه بخلاف الوسائل التقليدية وسائل التواصل الاجتماعي مثل ما بنقول حوار أو تواصل باتجاهين. وبالتالي قادر العميل انه يعطي الشكوى تبعه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وهون دور الشركات او العلامات التجاريه انها ترد هذه الشكوى او تتواصل مع العميل بشكل ايجابي. نعم، زهير زوهد مدير عام علاقات العملاء في سيجل انجيل، شكرا، يعطيك العافيه. شكرا، يعطيك العافيه.